أنني لم أكن مثل ما تريد، ولكنني سأبذل جهدي. بني، أنت شاب طيب. إذا كنت حقا تريدين التعاون معي، إذن يجب أن وقع عقدا. اطمئن، أنا حذرة في أمور التجارة أكثر منك. لا تراجع بعد توقيع العقد، وإن لم أستطع أن أجد استثمارا فسوف أتركك في منتصف الطريق، فهمت؟ قادرة على توقيع العقد معك وقادرة على منعك من الانسحاب. لا تتحديني، فنوقع العقد الآن. لديك عقد؟ هل تقسمين؟ كيف؟ لأضمن موافقتك. أنت تقليدي؟ وأنا كذلك سأقسم. حسنا، أنا أقسم. اتفقنا. إذن لا 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 أنت ثمنة. ما أنت جيد.